ألا ليبلغ الشاهد منكم
وإن كان منهيا عنه في كل زمان. ثانيا، نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى لشرفه، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشهر الحرام إلى الله تعالى لشرفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. ثالثا أيها الناس، صيامه أفضل الصيام بعد صيام الفريضة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسعادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، من فضل شهر المحرم فيه يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء له فضل عظيم قديم وحرمة قديمة. فقد كان موسى عليه السلام يصومه لفضل، بل كان أهل الكتاب يصومونه في الجاهلية. وقد وردت عدة أحاديث عن فضل عاشوراء وصيامه، منها عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. رواه مسلم. فيا أيها الناس، فقد كان صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وقال: إذا كان عام مقبل إن شاء الله تعالى صلنا يوم التاسع. فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله تعالى بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: أنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. رحمه الله.